هاي مرحبا معكم محمد، اخيرا رجعت لكم بعد فتره طويله. معلش ما تاخذوني، كان عندي شغل وسافرت وشغلت شوي ديلي ورك، بس كنت اعمل بلانز كتير لهالفتره مشان حلقات جديده. وان شاء الله اليوم حيكون الفيديو كمان انبوكسينج. عندي كمان تو فيديوز بلاند، حيكونوا جيم ريفيوز، واحدة حتكون على السوبر نينتندو واللعبة الثانية حتكون على البلاي ستيشن 2. فخلينا نبلش بالانبوكسينج. صراحة البوكس صارت عندي فترة طويلة، اشتريتها كمان من اي باي ومتحمس افتحها لانه عن جد نسيت شو كان جوا. طبعا بلاي ستيشن 1 جيمز، وحتى ما رجعت فتحت الايميل اللي كان فيها الكونتنتس مشان اتفاجأ معكم وانبسط بالكونتنتس. فخلينا نفتح العلبة سوا. هي هون وجاي الحمد لله، يعني جاي ببوكس مرتبة. في بابل راب الحمد لله، مش كتير بس احسن من غير باكجز. وصلتني. فبسم الله خلينا نبلش. بابل راب قليل، ان شاء الله ما يكون شيء كسر. طيب هاي اول جيم، نيد فور سبيد في رالي. انا ماني سامع عنا. نزلت بال 97، تلعب تو بلاير ريسينج، فيها 42 تراكس، 11 كار. صراحة مبينة حلوة. أنا فان أوف نيد فور سبيد، ماني لعبهم كلهم، لعب نيد فور سبيد هوت برسوت اللي مور ريسنت جيم. فمتحمس ومبسوط إنه صار عندي واحدة من الأوريجينال نيد فور سبيدز بالكولكشن عندي. أوكي كمان هون ريسينج جيم، ريدج ريسر ريفوليوشن. انا بتذكر ريدج ريسر كتير كنت العبها بالاركيد، سبيشلي مع اخواتي ببيروت. كنا كمان نروح على الاركيد وكنا كتير نحب نلعب ريدج ريسر، وشكلها كمان مثل الاركيد. ومتحمس العبها حتى تلعب مالتي بلاير باللينك كيبل. اوكي كمان ريسينج جيم، هذه رالي كروس. ماني سامع فيها. كمان بيني حلوة، الجرافيكس بيني انها كلها بي ديرت رالي من سوني، شكلها فيرست بارتي تايتل من سوني، ان شاء الله تكون حلوة. اوكي كمان نفس البايل رالي ريسينج جيم، هاي درايفر. هلا درايفر انا لعبها على البي سي طبعا من زمان كتير، هاي دي نزلت بال 99، بس بتذكر انه ما كملتها للجيم، ما بعرف ليه، كان في سبب ما خليني اكمل الجيم. يعني لعبت يمكن اول ليفل او التوتوريال، بتذكر كان في توتوريال طويل بعدين ما كملت للجيم. بس حابب ارجع العبها الصراحة وجرب خلصها لانه بسمع انها حلوة كتير الجيم. ان شاء الله ما يكون كمان ريسينج تايتل. اوكي هون في عنا برو بينبول فانتاستيك جيرني. بينبول جيم بال 99 نزلت. بحب البينبول. انا اكثر شيء كنت العب على الويندوز، كان في بينبول جيم كانت تجي على الويندوز اكس بي، اكشلي كان اسمها سبيس بينبول، ولا نسيت اذا بتتذكروا اسمها حطوا لي اياها تحت. كنت العبها كتير وكان فيك تهز الطاولة كلياتها تشيت، وكانت ريلي فان جيم صراحة. فمتحمس جرب هاي البينبول جيم، ان شاء الله تكون حلوة. اوكي هون عندي فايتينج فورس 2. هلا فايتينج فورس 2 نزلت بال 99 من كور وايدوس، نفس الاستوديو تبع توم ريدر.
مبينة حلوة أكشن أدفنشر جيم ثيرد بيرسون برسبكتيف، فيها هاند تو هاند كومبات وويبنز و 3D انجن. إن شاء الله تكون حلوة. نكست جيم هي جيت موتو 2. جيت موتو كمان ريسينج جيم بس مختلفة، نركب بس على شيء شكله موتور سايكل بس فيوتشرستيك موتور سايكل من 989 ستوديوز. فيها 10 تراكس وبتلعب 2 بلاير سبليت سكرين، شكلها حلو الصراحة الجيم. هحطها بالبايل تبع الريسينج جيمز هون. اوكي، هون عنا اير كومبات. انا بحب البلين جيمز مثل ما انتو شفتوا الريفيوز قبل عاملها، اذا ما شفتوا عندي ريفيو لكريمزون سكايز على الاكس بوكس اوريجينال اكس بوكس. هيدي اير كومبات نزلت بال 95 باي نامكو، شركة نامكو معروفة طبعا، بيني هيك كأنا مستخدم طيارة واحدة يمكن أي وقت مكتوب الـ F-15. فيها 17 ميشن تلعب بلايرز، بيني حلوة إن شاء الله سكورز كمان يكونوا حلوين، حابب إني أجربها. طيب هون في شوية جيمز من دون كوفر، هاي توم ريدر 3، كنت بعدني عم أقول على آيدوس. توم ريدر 3 طبعا معروفة، كمان one of my favorite games، عندي كتير memories حلوة بتوم ريدر، كنا نلعبها كتير، لعبت على البي سي وحتى على البلاي ستيشن 1. فهلا مبسوط ان عندي اياها بس زعلان انه ما في cover للجيم. شكله هذا البايل كله الجيمز بدون cover. هذه سبايرو، سبايرو ريبتوز ريج، أظن إنها سبايرو The Dragon، صححولي إذا أنا غلطان. هي بلاتفورمينج جيم مشهورة وفي بيج فانز لسبايرو، فبعتقد هذه السيكول ماني لعبة، فإن شاء الله تكون حلوة. أوكي، هذا كمان تارزان الجيم بيست على الديزني موفي مثل ما حاطين، وفي لوجو بلوك باستر على هذا السي دي، فشكله يلي بعلي الجيمز لهاي الجيم كانت رنتل بلوك باستر. شوفوا الليبل اذا مبين البلوك باستر ليبل، بلوك باستر طبعا اشهر شركة كانت تتأجر افلام والعاب بالتسعينات. ف it's nice to have this for the memory. هاي كمان جيم من دون كوفر، هاي تايم كوماندو، ما بعرف شي عنها، اكتيفيجن الاستوديو او الببلشر، ونزلت بال 96، ان شاء الله تكون حلوه. اوكي، هون ميدل اوف اونر، طبعا ميدل اوف اونر جيم مشهوره كتير، بعدهم لهلا بنزلوا لها سيكولز. هيدي الاوريجينال، هاي كمان عليها بلوك باستر ستيكر مكتوب بروبرتي اوف بلوك باستر، نزل بال 99 الجيم. انا لعبها على البي سي ومخلصها طبعا، جيم حلوه كتير فور ذا تايم. بعتقد الكنترولز اصعب على البلاي ستيشن كومبيرد للكيبورد والماوس، بس ممكن نجربها وشوف الجيم كيف شكلها. هاي نيد فور سبيد، كمان نيد فور سبيد هاي ستيكس، فهي تاني نيد فور سبيد بالبايل هون. نزلت بال 2000 بين 99 وال 2000، بيني امبروفمنت يعني على النيد فور سبيد هذيك القديمه، فيها 19 سياره وفينا نلعب از البوليس كمان كار. ما بعرف اذا هذه يمكن اول نيد فور سبيد عملوها صار فينا نلعب كبوليسمان، فهي خليني ازيدها على البايل تبع ريسنج جيمز. اوه، هاي جيم من زمان كنت حابب العبها، هذه سوفييت سترايك. انا لعب ديزرت سترايك على الميجا درايف،
في كذا سيكول اسمه في الجونجل سترايك وسوفييت سترايك وفي أظن نيوكليير سترايك كمان. فكتير متحمس من عندي إياها. إذا ما بتعرفوا هاي نتحكم بهليكوبتر يكون ثيرد بيرسون فيو وفي ميشنز بدنا نعملها. وكمان في هيك ستوري بيكون وي جو انتو كونتري بيكون عادة هيك في ثريت اوف ا وور. الببلشر هو الكترونيك ارتس ونزلت بالسنة 98 الجيم. عايش كتير متحمس جربها, يمكن حط اول وحدة جربها. بعد في جيمز كتير يمكن نغير رأيي. اوكي هاي ستار تريك انفيجن. I'm a fan of Star Trek. Recently, actually, مش من زمان, حضرت The Next Generation كلياتهم, the seasons كلهم على Blu-ray. Make it so, number one. هلا هاي Star Trek نزلت بسنة 2000. ما بعرف كتير عنها. مبين إنه متحكم ب spaceship ومبين كأنها action أكثر من ما هي controlling the characters اللي ب Star Trek مثل Captain Picard أو the other officers. إن شاء الله تكون حلوة. هحطها مع البايل تبع الـ Air Combat Games. Next game هي Battle Stations. ما بعرف عنها, ما سمع عنها. نزلت بسنة 97, Electronic Arts Publisher. مبينة كأنها مثل Battleship اللعبة, بتحكم ب Battleship وبدنا to destroy I guess the other team. في عنا 15 weapons. حتى فينا نتحكم بالطيارة محطوط, وفي أكثر من 30 ship و50 mission و26 26 multiplayer mission. باينة حلوة, هحطها كمان هون بالبايل تبع مع Soviet Strike War Games. Next game اسمها Shipwreckers. مبينة انها Pirate Game, نزلت بال 97. Game Play مبين انه متحكم بشيب, بس هيك it's a very small ship, third person perspective. في Pirate Adventures. انا كتير بحب ال Pirate Games. I'm a big fan of Monkey Island. كمان one of my favorite games. فان شاء الله تكون حلوة. كمان حتى Assassin's Creed Black Flag يمكن تكون my favorite Assassin's Creed game لأنه فيها pirates. فان شاء الله تكون حلوة الجيم. Next game هي Army Men 3D. يعني شفت الجيم هاي عم تنباع كتير على eBay. ما أعرف إذا هذا it's a good sign ولا a bad sign. إنه bad sign إنه يعني في كتير ناس ما بدهم إياها للجيم, أو good sign إنه لأنها popular كتير موجودة على eBay. إن شاء الله تكون حلوة. نزلت بالسنة 2000 by 3DO. graphics شكلهم حلوين ومبين كأنها بتتحكم ك soldier أو ك tank. يعني مبين إنه هذه تستعمل ال army man, هدول ال toys الصغار البلاستيك toys بيكونوا army man بس عاملينها game. خلينا نحطها بالارمي بايل هون كمان. Next game هي Siphon Filter. Siphon Filter بعرف انه هي سباي جيم انا لعبها على البلاي ستيشن بورتابل. هيدي هي اظن نفسها او البريكول من يلي كانت على البلاي ستيشن بورتابل, وهي ثيرد بيرسون فيو متحكم بانتليجنس اوفيسر. بصراحة مبينة حلو الجيم. بعتقد انه هي greatest hits, فكمان one of the best out of the top 20 games على البلاي ستيشن 1. فهذا مبسوط انه بالكولكشن معي. ونيوكلير سترايك كمان بال greatest hits. شكلي I was lucky بهاي الكولكشن of games. اوكي هاي جيم اسمها Tunnel B1. ما سمع شيء ابدا عنها وما بعرف ليه ورا محطوط هيوليت باكرد, فشكله هذا الجول كيس مش الاوريجينال للجيم. من جوا محطوط انه الجيم نزلت بال 96. ان شاء الله تكون حلوه, مع انه ماني كتير اوبتيمستيك انها تكون حلوه. اوه هاي ديوك نيوكم.
Duke Nukem Time to Kill. صراحة الكوفر مبين ما انه اوريجينال, مبين كأنها فوتو كوبي الكوفر حتى من ورا. ايوه ان شاء الله تكون اوريجينال الجيم, شيء هاي ورقة كأنها مطبوعة بالبرينتر. اوكي بس مبين الديسك انه اوريجينال, بس عليه هيك شعر وعارف اذا مبين معكم في هيك جريس ستين عليه. بس انا انا فان اوف ديوك نيوكم على البي سي, لعبه ديوك نيوكم 3D. ما اعرف اذا هذه هي الفيرست بيرسون فيو, اكشلي مانا فيرست بيرسون فيو جيم, هذه ثيرد بيرسون برسبكتيف. ما بعتقد انها حلوه كثير بس مبسوط انها بالكولكشن معي. اوكي هاي كثير متحمس ان صارت معي. هاي ريبل اسالت ستار وورز ريبل اسالت 2. صراحة من زمان زمان بتذكر كتير الريفيوز عنا بالمجلات فيها كاست سينز حلوة, وتذكر الجيم بلاي كان باين كتير حلو, واخدت جود ريفيوز الجيم حتى محطوطة greatest hits. فكتير حابب اكشي نلعبها, خليني نحطها هون مع البايل greatest hits. اكي هون كمان في ديسك جول كيس مكسور. هاي سبيك اوبس, اوبس سبيك اوبس كوفرت اسالت وور جيم مبينه ثيرد بيرسون فيو. جرافيكس دونت لوك جريت. لعبه نزلت في 2001 من شركه زومبي. فيها 6 تايب اوف رينجرز نلعب فيهم, single player or two player, وكمان في more than 10 different types of weapons. ان شاء الله تكون حلوة. هاي nuclear strike هوني. هادي كمان sequel ل soviet strike. فكتير actually مبسوط انها معي بالcollection. كتير I'm a fan of desert strike. هادي sequel هادي بال 97. وحاطين انه نتحكم بهليكوبتر, واظن كان في ميشنز بصير نلعب كمان بطيارة. فكتير متحمس انه صارت معي. اوكي هون عنا a collection of Activision classic games for the Atari 2600. هلا هدول سي ديز بيكونوا فيهم كذا جيم. هدول الألعاب القديمين أيام الأتاري 2600. كان عنا أتاري 2600 لما كنا صغار. أكثر شيء بتذكر كنت ألعب ريفر ريد على الأتاري. فما أعرف إذا هون في ريفر ريد one of the greatest games على الأتاري. في كمان games مثل بيتفول وكابوم. Actually this is great. هذا CD كتير مبسوط إنه عندي بالكولكشن. اوكي هاي the bombing islands. No clue about it صراحة. شكرا عم بجربوا يعملوا شيء مثل ماريو 64. مكتوبة انك انها للكيدز الجيم. نزل في 2001. عارف ان شاء الله تكون حلوة. هون عنا كمان دبل باك سي ديز ل جيم اسمها سيزرز بالاس 2000. هيدي انها جيم لا افتكرتها شيء مثل سيفيليزيشن. هذيك يمكن روم منها مثلها. مبينه كانها كاسينو جيم. فيها ديفرنت جيمز, بوكر, رولات, بلاك جاك. اوكي انترستينج تو هاف ان ذا كولكشن. نزل بسنة 2000 published by Interplay. Interesting إنه كذا سي دي. ما كنت عارف إنه games مثل هدول كذا سي دي. هون عنا classic game Gran Turismo أول وحدة طبعا greatest hits. نزلت بال 98. بتذكر كنا نلعبها على البلاي ستيشن 1 حتى الجراند توريزمو 2.
بتذكر اخواتي كانوا يقعدوا ساعات يعني ليخلصوا التراكس بالجيم ليطلع لهم بوينتس وبتصير بيطلع لك بيتر كارز. اتس كلاسيك جيم صراحه، ما فيني اقول اكثر من هيك. حابب اني العبها، فهلا كثير مبسوط انه زدتها بالكولكشن عندي. Greatest Hits. هون عنا Agile Warrior F1110. كان هيك مكتوب F1110 Futuristic Plane. بيني الصراحة الجرافيكس quite poor. نزلت بالسنة 95، published by Virgin. A war game. It's a war game. إن شاء الله تكون حلوة. وهون عند سم theme park. أنا I'm a huge fan of Sim City. ماني لاعب سم theme park. لعب ثيم هوسبيتال وثيم بارك. هدوليك من غير شركة اسمها بولفروغ اللي لعبهم على البي سي، فبعتقد شركة اللي بتعمل سم هدي كمان بولفروغ. Is it the same؟ معقولة نفسها؟ ثيم بارك؟ لا ما نفسها. كمان نتحكم بثيم بارك، نبني ثيم بارك ونصير نتحكم بأسعار الأكل بالستاندات والتيكت برايسز. كتير حلو الجيم. أنا بتذكر ثيم بارك حلو كتير. بدي أعمل شوية ريسيرش أشوف إذا هذه مثل نفسها ولا لا، بس مبينة حلوة. بس إن شاء الله التحكم فيها يكون سهل، لأنه بعتقد جيمة هيك بدها ماوس. أوكي، الجيمز اللي باقيين سربرايز منو بلاي ستيشن 1، هاي ستار وورز Episode 1 Jedi Power Battles. هي PlayStation 2 game. هلا عفوا، هي PlayStation 1 بس كيف جاي ببوكس كبيرة؟ هذه كمان لأنها بلوك باستر. شايفين اللوجو بلوك باستر؟ شكله لما تستأجرها من المحل بيحطها بالبوكس الكبيرة اللي هي PlayStation 2. Anyway، جداي باور باتلز هي هادي ابسود 1. ما بعرف كتير عنها الصراحة، مبيني انها third person view، نتحكم بالdifferent جداي characters. ان شاء الله تكون حلوة. انا عم ستار وورز فان بس ماني سامع فيها، متفاجئ يعني ماني سامع فيها. ان شاء الله تكون حلوة. next game هي كمان Medal of Honor. هاي تاني Medal of Honor بالكولكشن هون. هادي Medal of Honor Underground كمان على PlayStation 1 بس جاي ببوكس كبيرة. First Person Perspective، نزل بال2000. مبينه حلوة، الجرافيكس مبينه حلوين. فيها 7 missions ب24 level. فيها 12 weapons وكمان فيها multiplayer. Very interesting. حلو الكوفر ارت، حلو ما شايفه قبل. وشكله هدول البوكسز فيري يونيك، انه للبلاي ستيشن 1 ما كنت تعرف انه في هيك بوكسز للبلاي ستيشن 1. هاي درايفر 2، فصار عندي درايفر 1 ودرايفر 2. جيم ما بدها انتروداكشن، فيري فيموس ريسينج جيم. كتير ناس بيقولوا إنه هي ال inspiration أو it was inspired by Grand Theft Auto. نزلت بسنة 2000 by شركة Infogrames فرنساوية. والشبه ل Grand Theft Auto الصراحة الجيمبلاي. فيها 2 discs جوا. 2 discs. إن شاء الله تكون حلوة. أنا مبسوط إنها بالكولكشن بتاعي. عم برجع أسكر هذا. أوكي. ولاست بات نوت ليست كمان ستار وورز جيم، هاي ستار وورز ديموليشن. ستار وورز ديموليشن نزلت بسنة 2000 ومبيني كأنها يعني اركيد شوتينج ثيرد بيرسون فيو، نتحكم ب ديفرنت
vehicles, different Star Wars vehicles بالgame. حلو انه فينا نتحكم بال AT-ST, السنو سبيدر, لاند سبيدر. ان شاء الله تكون حلوة. فهي هي الكولكشن كلها مثل ما كنتم شايفين. البوكسز امتي. فان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو هذا. ما قلت لكم بالاول عندي كذا فيديو بلان, حيكون في مور جيم ريفيوز جايين. فاعطوني تعليقاتكم, اعطوني اي كومنتس عندكم عن الفيديو او عن الجيمز اللي شفتوها. اي جيم رايكم لازم العبها او لازم بلش فيها. انا صراحه كثير متحمس العب نيوكلير سترايك ودرايفر وحتى الاتاري 2600 جيمز. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير او سبسكرايب. كما كان محمد, ما حطول كتير عليكم بالفيديو الجاي. مع السلامه.